كاين الشعر اللي هو طبيعي ينجف، يعني بحال اللي الواحد عنده جلد وجهه جافة ولحم جاف، هذاك يعني طبيعة. هذا النوع ديال الجفاف خصو ديما هيدراتاسيون، ديما بحال اللي غنديروا لا كريم لوجهنا لانها يابسة، الشعر حتى هو كذلك. وملي كنهضر على الشعر كنهضر على الجلد ديال الشعر، فهمتي؟ اما لا شوفيلور يعني الشعر ما تيكون لا جاف لا دهني، اللي تيكون جاف او دهني وهو جلد ديال الشعر. دابا كاين شي ناس اللي ما تكونش عندهم الشعر جاف، ولكن تيستعملوا كاين شي عوامل اللي كيردوا الشعر جاف، يعني بحال المواد الكيماويه اللي كنستعملوا، بحال قوة السيشوار، بحال الصباغه بلا مونياك، بحال الواحد اللي كيمشي بزاف للبحر والكلور والشمس، يعني الشعر كيتكرفص. داك الساعات الواحد يمكن تكون عنده جلده دهنيه لكن الشعر ديالو الخارجي رجع جاف، وهنا اللي كتوقع توقع الغلط، لان الناس ملي كيشوفوا شعرهم يبس تيمشيو يشريو شامبوان ديال الشعر يابس، شنو كيوقع؟ تزيدوا الدهنيه الفوق، دونك تيبقاو في واحد لو سيركل ما تعرفوا كيفاش يخرجوا منه. داكشي علاش حنا كنديروا الفحص باش نشوفوا شنو هي النوعيات الحقيقيه ديال جلده ديال الشعر. اذا باش نعرفوا واش الشعر عنده جفاف طبيعي ولا جفاف جاء من بعد استعمال مواد كيماويه او حاجات اخرى، لابد كنديروا الفحص بالتريكوغرام، يعني الكاميرا هي اللي كتبين لنا النوع ديال الجلده ديال. الو هاد جوج ديال لي كا عندهم علاج مختلف، يعني حنا ملي كيجي عندنا واحد عنده جلده ديال الشعر ديالو جافه والشعر ديالو جاف، عنده علاج مختلف على اللي عنده جلده ديال الشعر ديالو دهنيه والشعر جاف. يعني كنديروا لهم دي كور ديدغاتاسيون، الا كان الدسم بكثره كنحيدوا داك الدسم اللي في جلده الشعر، ولا كنكملوا ليدغاتاسيون على، يعني كل واحد تيخرج بالبروتوكول اللي موالم المشكل ديالو. هذا هو لافونتاج اللي عندنا حنا في الكونسيبت ديالنا هنا ديال كلينيك دو شوفو، ما يمكنناش نعطيو نفس البروتوكول لكلشي. كنديروا الفحص، ومن بعد الفحص كل واحد عنده البروتوكول ديالو على حسب المشكل اللي عنده، وكنفعلا كنبقاو متبعين الناس 6 شهور عام، يعني على حسب المشكل. كاين بحال دابا اللي تيجي عندنا عنده القشره وعنده الدهنيات وعنده التساقط وعنده الشعر جاف، يعني كل حاجه كنديروها في الوقت ديالها. بعد مرات تيبقاو معنا الناس، ومن بعد تيدوزو تيشريو تيبقاو يستعملوا المواد عندهم في الدار كعنايه وكوقايه، باش داك الكابيتال اللي ربحنا 6 شهور ديال الخدمه تيبقاو محتفظين به.